نتابع على موضوع التابر. إذن توقفنا عند الأماونت، بإمكاني أزيد قيمة الأماونت وأقللها، وأيضا بإمكاني أحرك الكيرف لهاي الأماونت بحيث أني أنا أعمل في انتفاخ أو أي شكل من الأشكال هاي. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل بإمكاني أستخدم أكثر من وحدة مع بعض؟ ضف التابر، بدي مثلا معها كمان بند. بدي بوكس عليه تابر عليه بند، هاي بند، صار بإمكاني أثنيها. نشوف آخر وحدة فيهم اللي أنا راح أحكي لك عنهم، والثلاثة دولك بتجربهم لحالك موجودين في الفيديو. نعم، ممكن تحكي لي هذا كيف عملته؟ إيش هو؟ هذا اللي أنت ماسكه هسا، معليش سلك. هذا؟ لا الثاني على اليمين. هذا؟ اللي هو على الشمال، على الشمال هي هيك ملولو جاي. تويست، هذا ضفت عليه تويست، هي في خيار هون اسمه تويست، بس لازم تضيف سيجمنتيشن. تويست على بوكس بإمكانك، بس بدك تقوي قلبك في القيمة حتى يبرم الشكل. اطفي الـ F4 ببين معك، طريقة لطيفة. وضحت؟ تمام. طيب أنا ما بدي هون تويست، في خيار هون اسمه لاتيسي، شوف شو بيعمل، شو اللي عمله، مش واضح، مش واضح لأنه عدد السيجمنتس اللي موجود عليه كثير كبير. خليني أرجع للبوكس وأصغر هاي السيجمنتس. ما راح يكون واضح إلا تاني أكبر الأوبجكت تاعي شوي. أوكي، مش بالضرورة أكبر الأوبجكت، ممكن إني أنا أصغر أحجام العناصر اللي موجودة عندي هون. تعال نرجع للبروبرتيز نفسها. في عندي أول خيار الاسترس اللي هم الدوائر هذول، لا هذول اسمهم جوينت مش الاسترس، ستراتس اللي هي الروابط اللي موجودة بينهم. ممكن أزيد سمكتهم، ممكن أقللها، ممكن إني أنا أعملها 5 سلايد أو 6 أو 10 حتى تصير دائرية، ممكن أعملها 3 مثلثة، ممكن أقلل حجمها. نيجي على الجوينت تحت اللي هم الدوائر اللي هون، ممكن عملها تيرا، هرم، أوكتا، ثماني، أو عدة أضلاع. ممكن أزيد نصف القطر وممكن أقلله، ممكن أزيد عدد السيجمنتيشن. كل ما زادت السيجمنتيشن راح تتحول معي إلى شكل كروي، وكل ما قلت راح تكون شكل هندسي أكثر. دائما وأبدا ممكن أرجع للأساس تاعي وأزيد أو أقلل السيجمنتيشن اللي موجود. هل من الممكن إضافة other properties عليها؟ برجع هون بحكي له مثلا تابر، وبرجع بتكبر الأماونت وبغير قيمة الكيرف بما يخدمني، حيث أني أنا أقوم ببناء الشكل العام لهذا الموديل اللي أنا بحاول أبنيه. طبعا أكيد لا تقلل القيمة، راح تنعكس القيمة معك. طبعا بضل عندك كمان 4 بروبرتيز موجودين في الفيديو، وأنا أصلاً عملت لك أبلود للشعب اللي قبليك، وكمان فرح تشوف طريقة شغل مختلفة، طريقة شغل مختلفة في الشعب الثانية. يعني هم على نفس الأفكار لكن ممكن أنها تكون طريقة الشغل مختلفة. هيك إحنا استطعنا نتعامل مع الأشكال ثنائية الأبعاد
ونعطيها امتدادات ونحول شكلها، واستطعنا أن نتعامل مع الجيومتري الأشكال ثلاثية الأبعاد، وإني أشتغل عليها على الإكسترود والبيفل والإنسرت وهاي الأمور. بصراحة راح أرجع للموضوع الأول اللي هو في عندي بعض الخصائص اللي أنا ممكن أطبقها على الشغل تاعي في الأشكال ثلاثية الأبعاد. راح أعمل Ctrl A وديليت وأبلش في New Object من الصفر. الآن يعني أنا ما راح أعطيك مثال كامل، أنا بصراحة في عندي اجتماع على الساعة 11، لكن بدي أشوف أنا وإنت هذا البوكس. هاي هذا البوكس، هاي F4، هاي عدد السيجمنتيشن اللي عليه. زيح هذول، خلي لي إياها 2x2x1. أنت بتعرف إنه بإمكاني أحوله لكونفرت لإديتابل بوليجون، وبتعرف إنه أنت ممكن تأخذ الصفيحة هاي اللي هون وتعمل عليها إكسترود وبيفل وإنسرت وأوتلاين، وفي عندي بريدج إذا كانوا صفيحتين متقابلات. طبعاً الأشياء هاي كلها اللي أنا حكيت عنها سابقاً هاي موجودة على بوليجون، تحت بوليجون لازم أكون مضل البوليجون. لكن لو بدي أجي أنا مثلاً على الإدجز وأخذ هاي الحافة اللي هون، في إكسترود، هاي في إكسترود. طب شو بتعمل الإكسترود؟ نفسها، نفس فكرة الإكسترود، نفس فكرة الإكسترود اللي على البوليجون، لكنها هون بتكون على مستوى الحواف، على مستوى الإدجز. شو الفرق بينها؟ إنه في الموف تتحرك الحافة وما يتصل بها زيها زي البوليجون. على الإكسترود ما بترجع عيد نفس الكلام، ممكن إني أسحب أنا هاي الحافة لوحدها. هسا لأنها إدجز حافة، في لها خيار آخر اللي هو من الأسفل شو اللي بده يصير، من الأسفل إيش اللي بده يصير معي في الحافة الأصلية اللي أنا عملت لها إكسترود، يا أما بصغرها أو بكبرها. طبعاً هاي كثير مهمة وكثير بتريحني بالشغل، لكن من أهم الأمور، من أهم الأمور اللي موجودة على الكونكت البروبرتيز، آسف، على الإدج البروبرتيز اللي اسمها كونكت. وظيفة الكونكت هون شباب إنها تقوم بقطع الحواف، يعني هاي عندي حافتين متقابلات بدي أقطعهم، بقطعهم من خلال كونكت. نسيت أعمل لهم سيجمنتيشن، بدي أعمل لهم سيجمنتيشن الآن، بدي أقطعهم من خلال أمر كونكت. أختار كونكت، بيسألني هون كم قطع بدك، بحكي له 2، بحكي لي المسافة بينهم كم، أنا بإمكاني أغيرها. إذا كانت قيمتها 0 وعدد القطع 1، شو معنى 1 0 0؟ معناه إنه هذا اللاين أو هذا القطع اللي أنا قمت بإضافته موجود في منتصف الخط. وكيف بيعمل الكونكت؟ بزرع نقطة في منتصف الخط الأول ونقطة في منتصف الخط الثاني وبوصل ما بينهم. طب في عندي خيار ثالث هون، حكيت هاي المسافة بينهم، الخيار الثالث إن أنا بزيحهم على اليمين وبزيحهم على اليسار. الجميل في الموضوع إنه أنت دائماً وأبداً بتيجي على أي قطع بدك إياه بتحركه بالماوس، بما إنك بتحرك في المحور اللي موجود على الصفيحة أنت ما راح تخرب الشغل. هذا بس أضلل أنا تو إدجز متقابلين. طب لو أخذت الإدج هاي اللي هون مع الإدج هاي اللي هون، مين بيحكي لي شو ممكن يصير بعد الأمر كونكت؟ يا أحمد، هو أنت المتفاعل معي. دكتور يمكن ينفصلوا عن بعض؟ ممكن ينفصلوا عن بعض؟ لا يا ضياء، أنا شو حكيت قبل شوي؟ حكيت إنه الكونكت اللي بده يصير بزرع نقطة في منتصف الخط الأول ونقطة في منتصف الخط الثاني وبوصل بينهم. يعني بده يزرع لي نقطة هون ونقطة هون ويوصل بينهم. هذا لأنه 2 1، رايت كليك 0، رايت كليك هاي ابلاي. فعليا هاي النقطة في منتصف الخط الأول والنقطة هاي اللي هون في منتصف الخط الثاني. اوكي وضحت؟ طيب هاي كنترول زد. طب شو بيصير انا لو اخذت الثري بوليجون اللي هون، اسف، الثري ايدج اللي هون وعملت كونكت؟ راح يقطعهم الثلاث،
مثلا بدي تنتين قطعين، وبدي اخذ هذول القطعين مثلا هذول التو ايدجز وارفعهم للاعلى، بصير شايف ما ابسط الامر كونكت؟ الامر كونكت شباب حلال المشاكل. هسا انت بتحكي لي طب انت قاعد بتعمل سيجمنتس على مستوى الايدجز، هل السيجمنتس هاي موجوده على مستوى البوليجون؟ نعم موجوده، لكن اصعب. شوف كيف بتشتغل على مستوى البوليجون، هاي الصفيحه هاي بدي اقطعها، ما اسمها كونكت على مستوى البوليجون، اسمها سلايس. في عندي خيارين، سلايس بانل وفي عندي كويك سلايس. كويك سلايس اول شيء بضلل الشريحه اللي بدي اياها، وكويك سلايس برسم خط. هل بتضمن اني انا بالخط هذا قطعت الشريحه بالمنتصف؟ لا، يدوي، هذا قطع يدوي. طلع هون شوف، بقطع بس الشريحة اللي أنا مضللها، صعب التعامل معه. الكونكت أسهل وأضمن، لأنها بضمن أنه من خلالها قطعت في خطوط مستقيمة. لكن إذا بدك أنت مائلة بدك تيجي تشتغل وين؟ على السلايس، هاي كنترول زد. هاي الخيار الثاني صراحة أنا مش كثير بهمني موضوع السلايس على مستوى البوليجون، لأنه الكونكت أفضل منه. الموضوع الثاني اللي هو السلايس بلان، رح تطلع معي صفيحة، شايفينها؟ صفيحة وهمية. الصفيحة الوهمية هاي بتتقاطع مع الشكل، هاي الخط اللي بدها تقطع عليه. الآن هاي الصفيحة الوهمية ممكن أني أنا أتحكم فيها من خلال موف، احركها من خلال روتيشن ومن خلال سكيل. طيب مايل الصفيحه كيف بدي ارجعها زي ما كانت؟ لانه انا اخر مره كنت مميلها، ارجع الروتيشن وبحاول اعدلها زي ما كانت. بتحكي لي صعب، بحكي لك ما في مشكله، خذ روتيشن وصفر القيم هاي اللي موجوده هون. بصراحه يعني مش بالسهوله هاي، بس هي لو انها على البوزيشن بحكي لك صفرهم، بس الروتيشن راح اضطر العب في الفيو حتى اقوم بتغيير القطع. الان بعد ما احدد منطقه القطع اللي انا بدي اياها، ركز، انا كنت مضل البوليجون. بعد ما احدد منطقه القطع باجي بحكي له سلايس، اقطعها وبس اخلص بطفي السلايس بلان. هيك انا قمت بقطع. تتخيل نتيجه التجارب اللي انا وياك اجريناها؟ لا، انا باجي على المكان المعني على الصفيحه هاي وبحكي له اعطيني التو ايدجز المتقابلين واعمل لي بينهم كونكت. كم كونكت بدي؟ 1 2 3 10 زي ما بدي، وابلاي. هيك بضمن انه هذا القطع مستقيم من منتصف الخط الاول الى منتصف الخط الثاني. لكن هذا اللي هون انا ما بضمن، هسه بالنظر انا حاسس انه بالمنتصف، لكن هل بتضمن انه اكزاكتلي بالمنتصف؟ صراحة لا، ما بتضمن انه بالضبط في منتصف اللاين الاول. هلا هاي عشان حددناه بالسلايس صح، مش بالكونكت. يس، هاي لان عملتها بالسلايس على البوليجون. مش احنا حددناها بالصفيحة، يعني انه مش انه مش المستطيل هذا متساوي مع اللي جنبه. يس، بينما لو انا كنت اشتغل على الكونكت اللي موجودة على مستوى الايدج، لا انا بضمن 100% انه القطع موجود. طبعا كل هذا الكلام اللي انا طبقته هون بصراحة هو مقدمة للليسون اللي احنا بدنا نحكي عنه لاحقا، اللي انا بحكي لكم انتم متأخرين، اللي هو ليسون 6 اللي هو البيت، كيف انا بدي اقوم بعمل بيت. طبعا هذا البيت اللي انت شايفه هذا استخدمت فيه 3 أوامر، اكسترود وكونكت، وفي امر اسمه هينج اوفر ايدج ما حكيت عنه، بحكي عنه المره الجاي. لكن هو كله على نفس البروبرتيز اللي احنا تعلمناها سابقا. راح اوقف ريكوردينج الان واشوف اللي عنده مشاكل في البرنامج اذا بعمل لي شير للشاشه تاعته بحيث انه نعالجها.